لو ضرب من الحكومة كلمة الطماطة ب2000 بالبصرة، وهنا بربع وممنوع تدخل من كردستان سعرها بربع تنباع ب1500. السبب شنو هو؟ تدرون الحصار على اليمن؟ على الجنوب مو على الشمال. تدري شنو هاي فيصل؟ هذا ظلم الحكومة. مسوين حصار على اساس على الاقليم، يقولون ممنوع يدخل من المنافذ، منافذ السليمانية، اربيل. ليش؟ حجة ممنوع تصدير الطماطة، عندنا طماطة هواي بالزوير. تحجون صدق انتم تكذبون. الكيلو مالها بربع دينار تنباع ب2000 بالبصرة. بغداد ب2000. وعلى اساس شنو هم اذكياء مسوين حصار على فيم كردستان. طلعوا زواج. مسوين حصار على الجنوب. شوفوا 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 نعمة الله. شوف جاي ايه هو بث مباشر. بث مباشر. شوفوا الضباط والمسؤولين والحكومة كلها هاي. شوفوا الطماطة. تدرون كم سيارة؟ 11 سيارة. يا السيارة أقول لكم على السيارة تعالوا تشوفون. شوف هذا فلفل 2.5 هنا ب 350